قصص، يعني كان أهل البيت نفسهم عاملين قصص. يا يعني إما واحدة عايزة تطفش جيرانها تروح حرق البيت، واحدة عايزة تطفش مش عارفة بيقول لجوزها أنها عايزة تنقل تفضل تولع في البيت، بيحصل قصص كده كتير. ولكن كان في قرى بحالها بتولع، وجبنا عالم جيولوجيا وجبنا عالم آثار وجبنا وجبنا وجبنا، ومحدش كان عنده تفسير. النهاردة برضو موجودين، مش لازم أقول فين، في مكان زي ما احنا شايفين كده الفيديوهات ولع تماما، حرايق 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 طول الوقت. ولما انتقلت العيلة لمكان آخر استمرت الحرائق في المكان الآخر. هل أهل البيت اللي بيعملوا كده؟ هل أهل البيت اللي بيختلقوا ده أو بيعملوه؟ طيب النهاردة احنا لجأنا لمعالج القرآن الكريم، دكتور عالم، وهيشرح لنا ممكن ازاي ده يحصل، وهل ده بيحصل بجد ولا لا. تعالوا نشوف.